قضية اليوم اللي قام بها المتهم زاد ميم ألف الذي استعمل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ومغلوطة، لا سيما في ظل الحالة الوبائية التي يشهدها العالم، ودعوة المواطنين إلى عدم أخذ التلقيح على أساس وحسب زعمه أن التلقيح يضر بصحة المواطنين ويؤدي للوفاة، وهي المعلومات الغير صحيحة، لا سيما أنه استعمل موقع أو تطبيقة التيك توك لاستهداف شريحة واسعة من المجتمع، وكذلك استعمال صفة طبيب. الأفعال اللي قام بها اللي لقت تذمر من طرف الأطباء، كذلك اللي سمعنا المنظمة تاعهم كطرف مدني. وبعد تقديم المشتبه فيه زاد ميم ألف أمامنا، وبعد سماعه تمت متابعته بموجب طلب افتتاحي أمام السيد قاضي التحقيق بجنح نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية المتمثلة في وظيفة طبيب، التقاط صور وفيديوهات خلسة ونشرها على شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد الإضرار والمساس بمهنة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، الأفعال المعاقب عليها بالمواد 149 مكرر 3 فقرة 1، 149 مكرر 3 فقرة 3، 196 مكرر، 242 من قانون العقوبات. بعد سماع المتهم عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أمر بإيداعه رهن الحبس رهن الحبس المؤقت عفوا. بالنسبة كبيرة لقوتهم على الإرضاء وعلى الفاكسان، أنا ما عنديش مؤهلات اللي تخليني نتكلم على الفاكسان، ما أنا ماشي في عروض مع الأوبئة ولا صيدلية، الناس قاعدة على الكوفيد، الناس قاعدة على ريتو، وقالك وهذه دي التوك تيك توك يدير البوز بعد الفيروس، يا فريدير كان بوز غير صالح للشعب، تسمى كان بوز ماشي في وقته وفي ماشي في محله، تسمى كان بوز اللي غلط الشعب. طلب السماح اولا من وزارة الصحة بلا جات لهم مشاكل ولا بهذاك الفيديو، شوي فريمون ديزولي، يعني نطلب السماح فريمون من قلبي، سمحوا لي بزاف 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 بزاف.